لما الحياة تصير كبت وأسوح حرمان. تأثر الفن والفنانون مباشرة بالثورات العربية، ولأن الفن هو جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والثقافية للمواطن العربي ويعكس الحالة التي يعيشها الفرد سلباً أو إيجاباً، أصبح الفنان اليوم بعد الربيع العربي يسلك طريقاً لم يعرفه من قبل، أو بالأحرى كان ممنوعاً عليه على الأقل في مجال الغناء. إيش اللي صار؟ مصدوم ومحتار في بلادي. المطرب التونسي محمد الجبالي أحب الغناء منذ صغره، بحيث غنى في مناسبات عدة في بلده، إلى أن تقدم للمشاركة في برنامج غنائي على التلفزيون التونسي وحاز أعلى لقب ليصبح فنانا محترفا يغني على خشبة أعرق مسرح في تونس، مسرح قرطاج. باسم الوطنية قدم أعمالا فنية من ألوان مختلفة إلا الأغنية السياسية، إلى أن هبت رياح ثورة الياسمين فانبرى إلى غناء هموم شعبه ومجتمعه العربي بحرية. والله الحاجز يعني كسروه الشهداء الله يرحمهم، يعني شهداء ثورة تونس، يعني هما اللي غيروا الوضع، هما اللي خلونا أكثر حرار، أكثر نعبر ما في داخلنا. ولا تخيلت حقيقة بكل صدق نفسي نغني على الحرية الديمقراطية، نقول إيش اللي صار مصدوم ومحتار في بلادي بعد الثورة، نتفرج في الدمار باسم الوطنية والديمقراطية اللي يشتم واللي يسب ويشعل في النار. قبلها سبق غنيت ديو مع الفنان أمين السويسي أغنية بعنوان مع تونسنا، تقول لما الحياة تصير كبت وأسى وحرمان وحلم البشر يصير يبكي وراء القضبان. جات فترة مانيش مستوعب مش مصدق كتونس كنا، وانك تسمع في تونس مطالب للحكم وفرار بن علي اللي كنا قبله نسمع يوميا بن علي الرئيس هذا. بيت بيت دار دار زنقة زنقة. استغل الجبالي مفردة زنقة زنقة التي رددها الزعيم الليبي القذافي في أحد خطاباته ليضمنها في إحدى أغنياته التي لاقت رواجا كبيرا. لكن ماذا تغير على الفنان التونسي بعد تنحي بن علي؟ من أنتم من أنتم قتلتوا الشعب ومرحمتم، من أنتم من أنتم يا مقهرتم وظلمتم. هي اليوم الشعب العربي تحرر، هو يخطط هو يقرر، واللي ناوي بينا يغدر يلقانا في ما يتصور. زنقة زنقة بيت بيت دار دار في الحرية ولا نسلم. من أنتم من أنتم. حلو كتير، بس هذه ما بيقولوا عنها عندكم بتونس أو في البلاد العربية إن هذا استغلال للوضع العربي وحولتها لأغنية صارت كأنها أغنية تجارية؟ لا والله لا، زنقة زنقة معروفة قولة القذافي. شو لكن أنا زنقة زنقة شوف كيفاش صغتها، يعني لو ابتدت الأغنية بكلمة زنقة زنقة ممكن استغلالها يعني تجاريين، لكن لما تقول واللي ناوي بينا يغدر، لأنه يعني ثورات خرجت من الشارع. نعم. العربي. نعم. يعني أوكي استغليتها، لكن لما تحطها في إطارها وشنية فن إطار جات والجملة اللي سبقتها، لأنه يعني الثورات العربية خرجت من الشارع، من الزناقي، من الديار، من الأنهجة. أنا قلت واللي ناوي بينا يغدر يلقانا فين ما يتصور. زنقة زنقة بيت بيت دار دار حوش حوش في الحرية ولا نسلم. من أنت لا يهموا في بلاده خاين ناقم كل شهر، تعبنا بعنا الحرية والديمقراطية مشكل لو احنا ما نعرفوش نتصرفوا معها، لانه مش متعودين عليها بكل صراحة. الوطن العربي غير اوروبا الحرية الديمقراطية لازال يتدرب عليها، فهذا ما يخلي البعض من الفنانين باسم الحرية والتعبير واحنا احرار احيانا يفوت الخطوط. اوكي حر، لكن عبر ما غير ما تجرحني وما غير ما تمس بالدين وما غير ما تمس يعني بالطرف الاخر. يعني في اعمال مميزة وتحكي بكل صدق ومن غير خلفيات ومن غير حسابات ومن غير معناها تعقيد، خلينا نقول، لأنه البعض يحب يعمل وكأنه شوفوني أنا إيش ممكن نقول أو إيش ممكن نغني بعبارة وإنه جريء أو بعبارة لسانه طويل. أوكي جرأة حلوة لكن في حدود.
سيطرح محمد الجبالي قريبا ألبومه الرومانسي الوطني كما يسميه هو، الذي يعد أول ألبوم له ينتج بعد ثورة الياسمين. سميت يا رارا سمي الأسامي باسمها يا عالم، وما تحمل المظلوم ذنب الظالم. ملينا من زيف الخطاب لصور الباطل صواب، يا مسكر للسلم الباب صلت سيفك على الرقاب، ازحف علينا بالدمار سوي البريء مع التراب، لا تفرج شيب وصغار باسمك يا دفاع عن نفس، قتلونا حصروها القدس يا عالم طالب جواب، هل هذا في شرعك صواب؟ سمي يعني اوكي انا فنان تونسي، لكن كذلك القضية الفلسطينية والعربية في يعني تهم كل مواطن عربي، و يعني هذا واجبي. وغنيت عديد القضايا العربية منهم أغنية هذه يا عالم طالب جواب، وكنت شاركت بها في مهرجان الأغنية الإذاعية العربية منذ بمصر تقريب بالقاهرة بتوقع. بالقاهرة سنة 2008، وتحصلت بها على الجائزة الثانية. ونتمنى إن شاء الله يا ربي أنا وعديد من الناس كل اللي تحب الخير قبل ما نموت، إن شاء الله يا ربي نشوف القدس محرر معناها، ويعيشوا معناها كما يتمنونهم الحرية والأمان والاستقرار يا رب. في سيدي جاهز إن شاء الله، فيه 14 أغنية يعني جاهز، هو إن شاء الله في الأيامات المقبلة الأسابيع المقبلة ينزل الأسواق. طبعا هذا أول ألبوم لإلك بعد ثورة الياسمين. نعم نعم، وفي تشكيلة يعني منوعة من أغاني الغنيتة في الثورة مع تونسنا، باسم الوطنية، من أنتم، في أغنية فاضل كاس كذلك، إن شاء الله يوصل وينجح إن شاء الله في تونس وخارج تونس إن شاء الله. باسم الوطنية والديمقراطية، اللي يشتم واللي يسب ويشعل في النار تونس فوق الكل. لعل الفن هو المستفيد الأكبر من الثورات العربية، إذ أصبح الفنانون قادرون على إبراز مواهبهم وأفكارهم بجرأة وحرية، جعلتهم معبرين أكثر عن قضايا شعبهم. خاص لبرنامج محطات، ليث بزاري، العربية.